أهلا بكم يا شباب مرة تانية في سلسلة الحروف. وصلنا حرف الـ A والـ B والـ C، تمام، بطريقة تقسيم خفيفة خالص وطريقة سهلة للأطفال اللي حبايبنا الصغار. النهاردة لقانا مع حرف الـ D وطريقة سهلة خالص. زي ما اتفقنا أول حلقة إن احنا هنحط قلمين بارزين وقلم صغير في النص ده مش هنستخدمه، بس عشان يديني إيه المسافة بين الحرفين. نبدأ حرف الدي. خلصنا حرف الدي والظل بتاعنا من اتجاه النور على اليمين، هنعكس على الشمال المرة التانية. تمام،
بعد كده دوت هنستخدم فيه مسطرة ودايرة أو البرجر. هنستخدم بعد كده حرف الدي بالطريقة العادية بتاعتنا. كده خلصنا حرف الدي. مننساش الاشتراك والشير اخوانا للقناة، ولو في اي حاجة في التعليقات انا منتظركم، وتابعونا لاخر السلسلة هتستفيدوا مننا كتير. شكرا لكم.